السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. هل تعلمون أن اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية؟ نعم نعم إذا هيا بنا نبدأ قصيدتنا. لغة الكتاب شهيرة بالضاد. محفوظة وجميلة الإنشاد، وهي اللسان المستقيم لقولنا، وبها تغنى شاعر الأجداد، وبها الصحائف والمراجع حبرت في الفقه والتفسير والأوراد، وبها دواوين القصيد كأنها لفصاحة الشعراء سيل الوادي. هي فخر أمتنا ورمز رقيها، حفظت من الأجداد للأحفاد، ولسان تبليغ الرسول الهادي. لغتي لغتي.